جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل تزوج بامرأة وبعد مضي الزواج بمقدار 5 سنين أصابه الجنون، ثم ذهبت زوجته إلى بيت أهلها وهي الآن باقية في عصمته، فهل لها المطالبة بالفسخ أم لا؟ إذا كان استمر معه الجنون وليس لها مصلحة من البقاء في عصمته وتتضرر من البقاء في عصمته، فلها أن تتقدم إلى المحكمة الشرعية وتنظر في موضوعها. نعم.